مساء الخير واهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان بيتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. عندنا نحن طبعا في السودان معروف عدد من المناطق الاثريه التاريخيه المهمه جدا وعندها زوار ورواده، وبشكل عام نحن السودان حضاره قديمه. خلونا بعض نتابع التقرير. النقعة تبعد 170 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الخرطوم، و50 كيلومترا إلى الشرق من نهر النيل، وتحديدا عند مدينة النقعة القديمة التي تعتبر من أهم مدن المملكة الكوشية في العهد المروي. النقعة بموقعها الاستراتيجي لعبت دور الجسر الرابط بين دول العالم الوسيط وأفريقيا في ذلك الزمان، كما كانت محطة تجارية وأحد مداخل مملكة كوش. الآن بها أجمل المعالم الأثرية في السودان، فبجوار المعبد الرئيسي لأبا داماك يوجد الكشك الروماني، وهو معبد صغير به عناصر توضح ارتباطه بالحضارة الهننستية، والمدخل فرعوني التصميم وقمته عتبة بها صفوف من الصل المقدس والجوانب تتكون من أعمدة على نظام كورنثي. تم تزيين قمته بالزهور ونوافذه مقوسة على النظام الروماني. كشفت الدراسات أن المعبد صمم لعبادة الآلهة حتحور، وذلك لاكتشاف تمثال للإله أزيس في المعبد. أيضا آلهة الأمومة والخصوبة لدى قدماء وادي النيل، والتي تعتبر كرمز للأم والزوجة ومحرك للطبيعة والسحر. وأيضا تتقاسم مع الآلهة حتحور العديد من الصفات، فقد انتشرت عبادتها على نحو واسع عند الإغريق والرومان. من المعالم الهامة في تلك البقعة معبد آمون ومعبد الأسد، وهذه لمحات من سفر الحضارة السودانية التي لا تزال الكشوف الأثرية تكتشف لنا كل يوم سر من أسرار عظمتها. بالتأكيد النقعة واحدة من المعالم والمناطق الأثرية والتاريخية والتراثية الموجودة في شمال السودان، واللي بالتأكيد شمالنا ذاخر جدا بكثير من هذه المعالم التاريخية والأثرية، واللي بتمثل يعني تاريخنا وحضارتنا وفخرنا ورمزنا. أيضا محمد وردي يمثل تاريخ ورمز وطني كبير جدا. I'm
كتونم عنا سهرني بين الكون كتون دا جنانم عنا سهرني بين الكون كتون دا جنانم يا شورتي زميلتو نور ميرو سفرتم عيدين لو كيف مديري Shorty told me to go ya, ke shorty no perfect me. Ikay dilik kamashka, ikay dilik kamashka, ikay dilik kamashka. Awaru bure kajilla, lehi gay gatka, kafadire. يا ريت اللي كان عمي نارين قبل لدنا حب النيدو بترجورة المنة آخرين عايدي دافس كباي منة فمغمون دل جدين عايدي دافس كباي منة فمغمون دل جدين سكر سكر فمغري سكر سكر فمغري اي سكر سكر فمغري كان عادي ديروني يمكن يعني نشوف بنا يكاي جلك كمشكا يكاي جلك كمشكا يكاي جلك كمشكا أور بريس كجلا Let's go.